تعليق جلسات الحوار الوطني لحين نهاية الانتخابات الرئاسية. قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات الحوار بكل أنواعه وتعليق أعماله بشكل مؤقت إلى حين نهاية الانتخابات الرئاسية. وتوافق مجلس الأمناء على مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية أعلنها للرأي العام المصري ولجميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة. وحرصا من مجلس الأمناء على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني، وتأكيدا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كافة المترشحين في الانتخابات الرئاسية الوشيكة، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات الحوار بكل أنواعه، تعليق أعماله بشكل مؤقت إلى حين انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرر المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري، وذلك وفاء بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية. أكيد عايزين نعرف تفاصيل أكتر. بيشرفنا عبر الهاتف دكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا بك دكتور طلعت. أهلا وسهلا يا فندم. يعني أكيد قرار مهم جدا جدا، عايزين من حضرتك تقول لنا فحوى هذا القرار وما هو الغرض من هذا القرار المهم جدا في الحوار الوطني. فحوى هذا القرار ان احنا طبعا بعد ما خلصنا مرحله متقدمه من جلسات الحوار الوطني وانتهينا لعدد كبير من التوصيات المهمه، اكثر من 80% من التوصيات، طبعا وجدت بقى المناسبه او الاستحقاق الدستوري المهم لرئاسه الجمهوريه، فكان من الاهميه بمكان ان احنا يعني نعلق اجتماعاتنا وجلساتنا ورجالنا لحد ما العمليات الاستحقاق الدستوري ينتهي، ثم نستكمل باقي الموضوعات اللي هي كانت موجوده سواء الموضوعات المؤجله او الموضوعات اللي لم يتم بحثها بعد، ان شاء الله نستكملها بعد الجلسات الرئاسيه، وده نوع من انواع الشفافيه المطلقه، وايضا ان احنا كلنا على مسافه واحده بالنسبه للانتخابات الرئاسيه، وبتثبت الدنيا كلها ان احنا طبعا مصر بتعيش ازهى عصور في الديمقراطيه ومن ذا الراي والراي الاخر، وطبعا ده توجه واجماع من مجلس الامناء على ده، واحنا طبعا يعني المهم الاولى اديناها على وجه الاكمل، وكل التوصيات اديناها لرئيس الدوله الاستاذ السيسي، ثم الان ننتظر الاستعدادات للانتخابات الرئاسيه اللي احنا كلنا حريصين على المشاركه فيها ومتابعتها ونصل بها الى حياه ديمقراطيه جيده وسليمه، وطبعا احنا بنستكمل زي ما وعدنا الراي العام كل الموضوعات اللي تم ادراكها بنفس النظام وبنفس الاليه فورا انتهاء الانتخابات الرئاسيه. كان في حرص شديد من مجلس الامناء في بيانه على تعظيم دور الرأي العام المصري واحترام هذا الرأي العام، وإن طبعا أصلا الحوار الوطني معمول عشان خاطر مصلحة المواطن المصري والعديد من الأشياء المهمة اللي بتمس مصلحة هذا المواطن. عايزين نربط أو نقول إيه العلاقة بين قرار هذا التعليق بالمواطن المصري واحترامه واحترام طبعا آرائه، وأكيد زي ما حضرتك قلت من شوية تعزيز أجواء الديمقراطية. طبعا احنا بنأكد ان كل الموضوعات اللي احنا بنناقشها الان كانت هي مصالح الجماهير والمواطنين اللي احنا كلنا بنحترمهم وبنقدرهم في كافه المحاور سواء المحاور السياسيه او الاقتصاديه او الاجتماعي او المجتمعي، فطبعا ده يعني نزولا على رأس المواطنين، وان احنا فعلا خدنا نفسنا عهد كل الموضوعات اللي تم طرحها يعني احنا ملتزمين بيها، وطبعا احنا بنأكد على الديمقراطيه اللي احنا عايشينها، وان احنا يهمنا المواطن الاول، المواطن الاول والاخر هو الاساس بالنسبه لنا وهو المحور الرئيسي لينا، فكل الموضوعات اللي المواطنين بعتوا عنا وكنا محددينها في الجدول بتاعنا احنا ملتزمين بيها، وان شاء الله نشتغل عليها
الثوره انتهاء الانقلاب الرئاسي ان شاء الله القادم. اكيد بنتمنى التوفيق لكل الحوار الوطني وكل من يشارك فيه. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني، نتمنى لكم التوفيق يا فندم، واكيد بنتمنى التوفيق للشعب المصري، وانتظرونا في خدمات اخباريه ونشرات متخصصه ومتابعه مستمره للانتخابات الرئاسيه ان شاء الله خلال الفتره المقبله عبر شاشه تلفزيون الوطن. ان هنا تنتهي خدمتنا الاخباريه، انتظرونا في خدمات جديده خلال الساعات المقبله. شكرا جزيلا لكم.